إصابات الرباط المتصالب الأمامي. تجتمع ثلاث عظام لتكوين مفصل الركبة: عظم الفخذ، عظم الزنبوب أو قصبة الساق، والرطفة أو صابون الركبة. ترتبط العظام ببعضها البعض عن طريق الأربطة. هناك أربع أربطة أساسية في الركبة تشبه الحبال القوية لتثبيت العظام معا والحفاظ على ثبات المفصل، وهي: الأربطة الجانبية. توجد هذه الأربطة على جانبي الركبة وترتبط بقوة بالنهاية البعيدة للفخذ من جهة والنهاية القريبة لعظمي الزنبوب والشظية من جهة أخرى. الرباط الجانبي الأنسي في الداخل والرباط الجانبي الوحشي في الخارج يتحكمان في الحركة الجانبية للركبة ويدعمانها ضد الحركات غير الطبيعية. الأربطة المتصالبة. توجد هذه الأربطة داخل المفصل، تتقاطع مع بعضها بشكل حرف X. الرباط المتصالب الأمامي في الأمام والرباط المتصالب الخلفي في الخلف. يمتد الرباط المتصالب الأمامي بشكل قطري في منتصف الركبة ويمنع الزنبوب من الانزلاق للأمام بالنسبة لعظم الفخذ، كما يوفر بعض الثبات الدوراني للركبة. سطح الركبة الحامل للوزن مغطى بطبقة من الغضروف المفصلي. على جانبي المفصل بين السطوح الغضروفية لعظمي الفخذ والساق يوجد الغضروف الهلالي الأنسي على الجانب الداخلي للركبة والغضروف الهلالي الوحشي على الجانب الخارجي. تعمل الغضاريف الهلالية كممتصة للصدمات. الأوتار هي البنة التي تربط العضلات بالعظم. تجتمع أقسام العضلة مربعة الرؤوس الفخذية في الركبة فوق الرطفة مباشرة وترتكز عليها عبر وتر يسمى وتر العضلة مربعة الرؤوس. ترتبط الرطفة كذلك بالزنبوب عبر وتر يسمى وتر الرطفة. عضلة الهامسترينج هي العضلة الموجودة في الجزء الخلفي من الفخذ، ترتكز على أعلى الزنبوب أنسي الحدبة الزنبوبية بتشكيل يعرف باسم قدم الأوزة. في حين أن درجة معينة من الحركة أو الانزلاق أمر طبيعي ومطلوب لوظيفة الركبة، إلا أن الحركة الزائدة قد تؤدي الإصابة في الرباط المتصالب الأمامي. تصنف درجة إصابة الرباط المتصالب عادة من 1 إلى 3. تشمل إصابات الدرجة الأولى الرباط المتصالب الأمامي الذي تعرض لأذية خفيفة كتمطط الرباط بشكل خفيف ولكنه لا يزال يوفر ثباتا مناسبا لمفصل الركبة. إصابات الدرجة الثانية تمطط الرباط لدرجة يصبح عندها الرباط مرتخيا، وغالبا ما توصف هذه الإصابات على أنها تمزق جزئي في الرباط. تحدث إصابات الدرجة الثالثة عندما يتمزق الرباط المتصالب الأمامي بشكل كامل إلى نصفين ولم يعد يوفر أي ثبات لمفصل الركبة. يمكن أن تتأذى بنى أخرى مع إصابة الرباط المتصالب الأمامي الحادة، بما في ذلك الغضاريف الهلالية، محفظة المفصل والنسج التي تحيط بالمفصل، الغضروف المفصلي الذي يغطي السطوح المفصلية، نهايات عظمي الفخذ والزنبوب، الأربطة الأخرى كالرباط الجانبي الأنسي أو الرباط الجانبي الوحشي أو الرباط المتصالب الخلفي. إحدى الإصابات الشائعة تسمى الثالوث التعيس، وهي تمزق الرباط الجانبي الأنسي وإصابة الغضروف الهلالي الأنسي وتمزق الرباط المتصالب الأمامي. الأسباب. الإصابة شائعة بين الرياضيين الذين يمارسون الرياضات التي تتطلب توقفاً مفاجئاً أو تغيير الاتجاه فجأة كالتزلج وكرة القدم وغيرها. قد تحدث إصابات الرباط المتصالب الأمامي من ضربة مباشرة تسبب فرط بسط الركبة أو عندما تدفع الركبة للداخل نحو الساق الأخرى، غالباً ما تشاهد في كرة القدم أثناء عرقلة الخصم أو في كرة السلة عند الهبوط على الساق بشكل غير طبيعي. قد تشاهد أيضاً في حوادث السيارات. النساء أكثر عرضة للإصابة من الرجال، ويعود ذلك إلى اختلافات في البنية البدنية والقوة العضلية وزيادة الرخاوة الرباطية وتأثيرات هرمون الاستروجين على خصائص الأربطة. الأعراض. عند إصابة الرباط المتصالب الأمامي قد تسمع صوت طقة وقد تشعر أن ركبتك تنفجر من تحتك. في غضون ساعات قليلة من إصابة الرباط المتصالب الأمامي ستنتفخ ركبتك بسبب النزيف في الأوعية الدموية المصابة. يمكن أن تتسبب بعض الحركات والأنشطة مثل نزول السلالم حيث يتم وضع وزن الجسم بالكامل على الساق المصابة للشعور بعدم الاستقرار وعدم ثبات المفصل. تشمل الأعراض النموذجية الأخرى ما يلي: فقدان المجال الكامل للحركة، الإيلام فوق خط المفصل، عدم الراحة أثناء المشي. التشخيص. خلال زيارتك الأولى سيتحدث طبيبك معك عن الأعراض والقصة المرضية. سيفحص جميع بنى ركبتك المصابة ويقارنها بركبتك غير المصابة. يمكن تشخيص معظم إصابات الأربطة من خلال الفحص السريري الشامل للركبة.
سيفحص طبيبك ركبتك بحثاً عن التورم والألم. سيقوم أيضاً بفحص مجال حركة المفصل، بالإضافة إلى إجراء اختبارات خاصة لتشخيص تمزق الغضروف المفصلي وإصابات الأربطة الأخرى. غالباً ما يقوم الطبيب بإجراء اختبار لاكمان لمعرفة ما إذا كان الرباط المتصالب الأمامي سليماً، حيث تسنى الركبة من 20 إلى 30 درجة، ويمسك طبيبك بعظمة الزنبوب ويضع إبهامه على الحدبة الزنبوبية مكان ارتكاز الوتر الرطفي، ثم يمسك بالفخذ فوق الركبة بيده الأخرى ويسحب للأمام. إذا توقفت الساق بشكل ثابت، فإن الرباط المتصالب الأمامي سليم، وإذا لم يحدث ذلك، فستكون هناك إصابة في الرباط. في اختبار الجارور الأمامي، يستلقي المريض على سرير الفحص مع سني الوركين 45 درجة وسني ركبتين 90 درجة والقدمين على السرير. يجلس الطبيب على القدم ويقوم بإمساك الجزء القريب من الساق أسفل خط المفصل مباشرة، ويحاول شد الساق إلى الأمام. يعتبر الاختبار إيجابياً والرباط المتصالب الأمامي متمزق إذا كان هناك انزياح أمامي زائد للزنبوب بالنسبة لعظم الفخذ بالمقارنة مع الطرف الآخر. سيطلب طبيبك أشعة سينية للبحث عن أي كسور محتملة، مثل كسر سيكوند، وهو كسر انقلاعي في الزنبوب الجانبي القريب. يمثل انقلاعاً عظمياً بوساطة الرباط الأمامي الوحشي، ويرتبط بتمزق رباط المتصالب الأمامي بنسبة 75 إلى 100% من الحالات، أو كسر انقلاعي للشوك الزنبوبي الأمامي والذي يشمل موقع ارتكاز رباط المتصالب الأمامي، ويطلق على هذا الكسر أيضا اسم كسر انقلاعي في رباط المتصالب الأمامي. سيطلب طبيبك أيضا إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي لتقييم رباط المتصالب الأمامي وللتأكد من وجود أي إصابة في أربطة الركبة الأخرى أو الغضاريف الهلالية أو الغضروف المفصلي. العلاج: يتم علاج إصابات الرباط المتصالب الأمامي بالجراحة وإعادة التأهيل بعد الجراحة، أو ببرنامج إعادة تأهيل غير جراحي. يختلف العلاج حسب المتطلبات الفردية للمريض ومدى نشاطه وعمره وإذا كان لديه إصابات أخرى. العلاج غير الجراحي: لن يلتئم تمزق رباط المتصالب الأمامي الكامل بدون جراحة، لكن العلاج غير الجراحي قد يكون فعالاً في التمزقات المعزولة، أو يستطب عند المرضى مع تمزقات جزئية وعدم وجود أعراض عدم ثبات، أو مع تمزق كامل وعدم وجود أعراض عدم ثبات الركبة أثناء الرياضات الخفيفة والمتوسطة، والذين هم على استعداد للتخلي عن الرياضات العنيفة، الذين يقومون بأعمال يدوية خفيفة أو يعيشون نمط حياة هادئ، عندما تكون صفائح النمو لا تزال مفتوحة عند الأطفال، تمزقات الرباط المتصالب الأمامي الخفيفة من الدرجة الأولى، أو عند المرضى المسنين أو الذين لديهم مستوى نشاط منخفض جداً. يجب أن تستريح الركبة في وضع مرتفع مع وضع كيس ثلج لمدة 20 دقيقة كل ساعتين. لا تضع الثلج على الجلد مباشرة. يجب وضع ضمادة ضاغطة بحجم مناسب للحد من التورم والنزيف في المفصل. قد يوصي طبيبك بجبيرة لحماية ركبتك من عدم الثبات. لمزيد من الحماية، قد يتم إعطاؤك عكازات لمنعك من تحميل الوزن الزائد على ساقك. بعد فترة من عدم الحركة ومع تراجع التورم، يبدأ برنامج إعادة تأهيل دقيق لاستعادة القوة ومدى الحركة في الركبة. يمكن للعلاج غير الجراحي أن يعيد الركبة إلى حالة قريبة من حالتها السابقة للإصابة. ومع ذلك، فإن العديد من الأشخاص الذين يختارون عدم الخضوع للجراحة قد يتعرضون لإصابة ثانوية في الركبة بسبب نوبات عدم الثباتية المتكررة. لذلك يجب تثقيف المريض حول كيفية منع عدم الثبات. العلاج الجراحي: قد تخضع للجراحة إذا كنت تشارك في الرياضات العنيفة أو تعمل بوظيفة تتطلب ركبة قوية وثابتة، إذا كنت تعاني من عدم الثبات عند الوقوف على الركبة المصابة، أو لديك إصابات متعددة على سبيل المثال تمزق الغضروف الهلالي وتمزق رباط المتصالب الأمامي، إذا أكملت برنامج إعادة التأهيل ولا زلت تعاني من عدم الثبات في الركبة. عادة لا يتم إجراء الجراحة فورا بعد إصابة الرباط المتصالب الأمامي، لأن ذلك قد يتسبب في تشكل أنسجة ندبية وتليف مفصلي، مما قد يحد من حركة الركبة. في معظم الحالات تتأخر الجراحة حتى يزول التورم ويكون الشخص قادرا على سني الركبة وبسطها دون صعوبة. يعتمد الوقت بين الإصابة والجراحة على مدى سرعة تعافي الشخص، لكنه غالبا ما يكون على الأقل من أسبوعين إلى 4 أسابيع من تاريخ الإصابة. خلال هذه الفترة نوصي ببرنامج تأهيل للمساعدة في تقليل الألم والتورم وتحسين مجال الحركة وزيادة القوة في عضلات الفخذ والركبة والورك. عند الأطفال الصغار أو المراهقين الذين يعانون من تمزق رباط المتصالب الأمامي، يؤدي تصنيع الرباط المبكر إلى خطر محتمل لإصابة صفيحة النمو، مما يؤدي إلى مشاكل في نمو العظام. يمكن للجراح تأخير الجراحة حتى يقترب الطفل من البلوغ العظمي
أو قد يعدل تقنية الجراحة لتقليل خطر إصابة صفيحة النمو. الطريقة الوحيدة لإصلاح الرباط المتصالب الأمامي حالياً هي إعادة تصنيعه. لتصنيع الرباط المتمزق يتم قطف قطعة من وتر سليم تسمى طعم وتريزاتي من منطقة أخرى في الساق. تتم إزالة الرباط المتصالب الأمامي الممزق قدام منظار المفصل. يحتوي المنظار على كاميرا ومصدر ضوء. يمكن إدخاله في مفصل الركبة عبر شق صغير في الجلد. يتم إدخال أدوات في شقوق صغيرة أخرى مما يسمح للطبيب بوضع الطعم بدقة. هناك العديد من مواقع الطعم الوتري الذاتي الشائعة، بما في ذلك الوتر الرطفي الذي يمتد بين الرطفة وعظم الزنبوب، أو وتر الهامسترينج في الناحية الخلفية الأنسية للفخذ، أو نادراً وتر العضلة مربعة الرؤوس الذي يمتد من الركبة إلى الفخذ. خيار آخر هو استخدام وتر من متبرع متوفى. إعادة التأهيل: تستطيع العودة إلى منزلك في نفس يوم الجراحة بعد قضاء عدة ساعات في غرفة الإنعاش. يبدأ برنامج إعادة التأهيل الخاص بك لاستعادة مجال حركة ركبتك في اللحظة التي تستيقظ فيها في غرفة الإنعاش. يتم إعطاؤك مجموعة من التمارين البدء بها على الفور في غرفة الإنعاش. يتم تثبيت الركبة بجبيرة بوضعية البسط بشكل فوري بعد الجراحة لمنع تطور انكماش العاطف في المفصل. ستحصل أيضا على عكازات لمساعدتك بالتحرك والتحميل الجزئي للوزن بعد تصنيع رباط المتصالب الأمامي المعزول. قد تحتاج إلى استخدامها لمدة أسبوعين تقريبا، لكن يجب أن تضع وزنا على ساقك المصابة فقط بالقدر الذي تشعر فيه بالراحة. الاستثناء من هذه القاعدة هو إذا خضعت لإصلاح بنى أخرى بشكل مرافق لرباط المتصالب الأمامي، وفي هذه الحالات قد يتم تقييد حمل الوزن لعدة أسابيع. يعد العلاج الطبيعي جزءا مهما من جراحة الرباط المتصالب الناجحة، حيث يعتمد نجاح التصنيع على تفاني المريض في العلاج الطبيعي الصارم خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة الأولى بعد الجراحة. تبدأ الجلسات مع المعالج الطبيعي عادة من 7 إلى 14 يوم بعد الجراحة. تعتمد السرعة التي يمكنك من خلالها العودة إلى العمل بعد الجراحة على متطلبات وظيفتك. إذا كنت تعمل عمل مكتبي، فقد تتمكن من العودة إلى العمل بعد أسبوعين إلى 3 أسابيع. إذا كنت تقوم بأي شكل من أشكال العمل اليدوي، فقد يستغرق الأمر ما يصل إلى 3 أشهر قبل أن تتمكن من العودة إلى العمل. يمكن لطبيبك أن يحدد متى يمكنك القيادة مرة أخرى، عادة بعد 3 إلى 4 أسابيع، عندما يمكنك وضع وزنك بشكل مريح على قدميك. من المحتمل أن تعود إلى معظم أنشطتك العادية بعد حوالي 6 أشهر، ولكن لا يزال عليك أن تتجنب الرياضة. بشكل عام يمكنك العودة إلى الرياضة بعد حوالي 8 إلى 12 شهر بعد الجراحة، ولكن يمكن أن يختلف هذا الوقت على نوع الرياضة وامتثالك لبرنامج إعادة التأهيل. المضاعفات المحتملة: يبلي معظم الناس بلاء حسنا بعد إعادة تصنيع رباط المتصالب الأمامي ولا يحدث لديهم مضاعفات كبيرة، ومع ذلك قد تحدث المضاعفات أحيانا أثناء الجراحة أو أثناء فترة إعادة التأهيل. كما هو الحال مع أي إجراء جراحي، قد يحدث عدوى جرثومية في المفصل أو انصباب ونزيف في المفصل. يعد فقدان مجال الحركة بعد تصنيع رباط المتصالب الأمامي بسبب التليف المفصلي والنسيج الندبي من أكثر المضاعفات شيوعاً. يمكن أن تتراوح شدته من خفيف وغير مهم إلى شديد. لهذا يجب الامتثال الصارم لبرنامج إعادة التأهيل بعد الجراحة والبدء فوراً بتمارين مجال الحركة للمفصل. من المضاعفات الأخرى بعد تصنيع رباط المتصالب الأمامي استمرار آلام الركبة الأمامية بعد الجراحة، التهاب الوريد الخثري، انقطاع الطعم الوتري. الأشخاص الذين يعانون من إصابة رباط المتصالب الأمامي أكثر عرضة للإصابة بالتهاب مفصل الركبة التنكسي، فقد تتسبب نوع بعدم الثبات المتكررة بحدوث أضرار إضافية في غضروف المفصلي أو الغضروف الهلالي أو العظام أو الأربطة الأخرى. ومع ذلك قد يحدث التهاب المفصل التنكسي حتى إذا خضعت لجراحة تصنيع رباط المتصالب.